معكم فاطمة الزهراء من قناة فاتي توب. كما العادة تنجدد بكم الترحاب وتنقل لكم مرحبا بجميع المشاهدين الكرام. اليوم كما كتشوفوا معايا واحد الفيديو اللي مميز ورائع وزوين بزاف، الشهدة على شكل هلال او الشهدة الهلالية، اللي مكونات اللي هما بسيط ومتواجدين في كل بيت وبالطريقة اللي هي سهلة وكتجي نخوة وكتجي مضخمة. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم، لا الطريقة ولا الشكل ديالها ولا المذاق، كتجي هائلة. الى بغيتوا تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير خليكم معايا حتى لاخر فيديو. قبل ما نمشيو نشوفوا المقادير غادي نقسم معكم وحدة من الداخل باش تشوفوا كي كتجي قطنية، كتجي هائلة وزوينة بزاف. هانتوما كي كتجي الشكلاط وكتجي رائعة وزوينة، كتجي غزالة وكتعجب الصغار والكبار. خليكم معايا حبيباتي حتى لآخر فيديو إن شاء الله. بركة الله باش نبداو بمقادير ديال الشهدة. عندي هنا نصف لتر ديال الحليب، عندي كاس ديال زيت نباتي، كاس ديال السكر سنيده، دائما القياس بكاس ديال العنبه. عندي هنا 7 غرام ديال الفاني، عندي 8 غرام ديال الخميره بودره، عندي معلقه معمراش ديال الزبده، هنا عندي معلقه ديال الخميره حبيبات، عندي شويه ديال الملحه، جوج ديال البيضات، والدقيق غادي يبقى على حسب العجين. انتما كتشوفوا الدقيق دائما تيبقى على حسب الخليط، كاين دقيق اللي تيشرب وكاين دقيق اللي ما تيشربش. دابا غادي ندوزو على بركه الله. بالنسبه لهذا الحليب غادي ندوز غادي نردو على فوق البوطه باش يطفى، باش نديرو فيه الخميره وباش نجمعو به، هو اللي غادي نجمعو به هاد المكونات هادو. غادي ندوز على بركه الله نديرو يطفى ونرجع معاكم. ما دفيت الحليب غادي ندوز باش غادي نخدمو، غادي نجمع المقادير كامله العناصر. غادي ندوز على بركه الله نزيد عليها السكر سنيده. هاد الشهده هادي يعني ما كدلكوها حتى شي حاجه، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. غادي نزيد الخميره، نخلط مزيان باش تذوب لنا هاد الخميره هادي. غادي نزيد السكر فانيلا، تقدروا ديروا غير قشور الحامض حتى هما تيجيو زوينين. غادي نضيف هاد المعلقه معمراش ديال الزبده باش تذوب لنا في هاد الحليب دافي. غادي نزيد كاس ديال الزيت، صافي. دابا غادي نزيد هاد البيضات، جوج ديال البيضات. تنبقاو كنخلطو هكا مزيان هي باش يتجانسوا لنا العناصر. دابا غادي ندوز باش غادي نضيف الدقيق هكا شويه بشويه، غادي نزيد عليهم هاد الخماره. صافي غادي نبقى نجمع هكا الخليط حتى يتجمع لنا مزيان. يعني هاد الشهده هادي ما تندلكوهاش وتتجي خفيفه، غادي تبقى كتلصق لنا في اليد يعني في يدينا. صافي غادي نبقى نستمر هكا حتى نجمعها مزيان، تيبقى الدقيق كما سبق لي وقلت لكم على حسب الخليط. كتجي غزاله وتتجي رائعه من الداخل.
صافي غادي نسمر على هذه الطريقه حتى نجمعها كامله ونرجع معاكم. دابا من بعد ما جمعتها هانتوما كما كتشوفوا القوام ديالها تيجي على هذا الشكل، كتبقى خفيفه وكتلتصق لنا في اليد. دابا غادي نبقى نضربها هي هكا شويه، يعني ما تندلكوهاش، تنبقاو نضربوها هكا شويه باش كينسجموا ديك العناصر وما تيبقاوش الكويرات ديال الدقيق فيها. دابا غادي ندوز باش غادي نخليها حتى تختمر مزيان، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها وقت تختمر. من بعد ما تخمر لنا مزيان غادي نرجع معكم باش غادي نشكلوها. صافي دابا غادي نخلوها، يعني هاد القضيه مهمه كما كتلاحظوا معايا كتبقى كتلصق لنا في اليد. صافي غادي نخليها من بعد ما تخمر نرجع معكم. ها هي دابا العجين بعد ما اختمرت لنا كما كتلاحظوا. دابا غادي ندوزو باش غادي نزولو منها هاد الهواء، هانتوما كتجي غزاله. عندي هنا شويه ديال الزيت، غادي ندهن يدي بشويه ديال الزيت وغادي نزول منها هاد الهواء كما كتلاحظوا. صافي دابا انا زولت من هاد الهواء كامل. دابا غادي ندوز باش غادي نشكلها. انا عندي هنا اللاطه درت لها ورق الزبده، هانتوما انا من الداخل غادي ندير فيها. عندي هنا الشكلاط ديال الدهن وعندي هنا شويه ديال الزنجلان مطحون، يعني كيبقى لكم الاختيار، تقدروا نتوما ديروا كاوكاو مطحون، اللوز، اللي بغيتوا تدخلوا في هاد الشهده هادي. غادي ندوز باش غادي نخلط هاد الشكلاط مع الزنجلان. كما كتعرفوا بان الوليدات تيبغيو الشكلاط، وتندخلوا لهم هكا شي حاجه اللي زوينه باش يزيدوا يستافدوا منها. صافي غادي نخلطها مزيان. فرشت ورق الزبده، هنا درت هاد السلافه هادي في الجنب، يعني انا هاد الشهده هادي غادي نديرها على شكل هلال، كتجي زوينه وبشكل اللي هو راقي وزوين بزاف. دابا غادي ندوز على بركه الله باش غادي نشكلها. هنا غادي ناخذ كويره صغيره هكا نقطعها بيدي، غادي ناخذ هاد الكويره هادي نبسطها هكا بيدي، وغادي ناخذ واحد راس معلقه هكا ديال الشكلاط، هانتوما كما كتلاحظوا. صافي وغادي نحاول نجمع العجين. هانتوما صافي انا جمعت العجين. صافي غادي نحطها. ملي كتفرشوا هاد ورق الزبده كيسهل عليكم وكتجيكم ساهله، احسن ما تدهنوا، يعني اللاطه هكا كتسهل عليكم باش تجبدوها بسهوله. غادي نعاود معاكم وحده اخرى. هاد الشهده هادي كتجي غزاله وكتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. هانتوما كنشدها هكا، هانتوما صافي انا جمعتها. غادي نستمر على هاد الطريقه هادي حتى نسالي العجين اللي عندي. ساليت، يعني كورتها على هذا الشكل كما كتشوفوا، ساليت الكميه اللي عندي، خليتها تخمر مره اخرى
يعني ضروري ما تخليوها تخمر مره اخرى. عندي هنا بيضه كامله كما كتلاحظوا معايا، غادي ندوز باش غادي ندهنها، خلطها مزيان صافي. غادي ندهنها وغادي ندخلها الفران، هي مازال غادي تلصقنا يعني ملي غادي تطيب غادي تجمع لنا مزيان، وغادي تجي الشهده رائعه على شكل هلال، تجي زوينه بزاف. وهاد الشهده هادي يعني اقتصاديه وكتوجد لنا بسرعه، والمبتدئات يجربوها غادي تجيهم سهله، شي حاجه اللي سهله بدون تعب. اللي جربها غادي يرجع يجربها مره اخرى. صافي غادي ندهنها كامله وغادي ندخلها للفران، انا مسخناه على 180 درجه، غادي نخليها تطلع يعني طيب العافيه تكون من تحت حتى تطلع لنا مزيان، وعاد غادي نشعلوها من فوق تحمر لنا من الوجه ديالها. ثم اخواتي هذه هي الشهده بعد ما خرجتها من الفران، تتجي على هذا الشكل، كتجي محمره وكتجي غزاله كما كتلاحظوا معايا، كتجي طالعه ها نتوما، كتجي رائعه هاد، كتكي عليها بحال السفنج، كتجي هائله. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. دابا غادي ندوز باش غادي ندهنها بالكونفيتير، تقدروا تدهنوها بالعسل اللي متواجد عندكم في الدار تقضيو به. انا غادي ندهنها وغادي نرش عليها شويه ديال لوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي اللي بغيتو، الزنجلان اللي متواجد عندكم تيبقى تزين حسب الاختيار. دابا غادي ندهنها كامله وغادي نزينها ونديرها في طبق تقديم ونرجع معاكم. دابا انا ساليتها بالدهن، غادي ندوز باش غادي نرش عليها هكا، غادي نرش عليها هاد اللوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي. دابا غادي ندوز غادي نزول هاد، ها نتوما كما كتشوفوا يعني الزلافه كتزول معنا بسهوله، بقى سخونه وكتجي الشهده ديالنا هكا على شكل هلال. انا دابا غادي نديرها في طبق ديال التقديم، ها نتوما غادي نديرها في طبق ديال التقديم وغادي نرجع معاكم. حتى هكا كتزول معنا يعني ملي كنفرشوا لها ورق الزبده كتزول معنا بسهوله، ما كتعذبنا ما حتى شي حاجه. دابا غادي ندوز باش غادي نديرها في طبق التقديم ونرجع معاكم. ها هي الشهده ديالنا ديال الهلال، تتجي على هذا الشكل هذا، كتجي غزاله وكتجي رائعه وبمكونات اللي هما بساط، وكتجي طالعه وناجحه، تتجي هائله ومن الداخل مقطنه، كتجي رائعه زوينه بزاف. الى عجبتكم هاد الشهده ديال الهلال ما تنساوش ديروا لي لايك وتقولوا لي شي كومونتير زوين في حالكم، وتبارطاجيوها مع الاهل الاصدقاء ديالكم فضلا منكم اخواتي وليس امرا، باش يبقى التواصل بيناتنا. وتنشكركم بزاف، تنقول لكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.